قضوا. الله يبارك شرفتينا وانتم كذلك. رضوان غني عن التعريف، الله يحفظك. تقول لنا على ناس الناظور وعلى الصفحه ديال سبورت ناظور اللي كتغطي جميع المقابلات ديال الانديه الناظوريه. وكنقول لكم شكرا انكم تهتموا بهذا الجانب اللي مهم في اي مدينه، هو الجانب الرياضي، وتكونوا متفوقين فيه، وان شاء الله تكون الجوده وداك الشيء متقون ومضبوط. وهي مهمه صعيبه، ولكن ثم ان شاء الله اهل لها وغادي تقوموا بها على اكمل وجه، وخصوصا ان هذه المدينه الجميله بالناس ديالها مدينه الناظور تستاهل كل خير. فلهذا خصكم تشاهدوا على هذه المدينه هذه وتوقفوا معها وتعطيوا صوره حسنه من جميع الجوانب، لا من الجانب الثقافي ولا من الجانب السياحي ولا من الجانب الرياضي اللي هو مهم كذلك. فانا كنتمنى لكم التوفيق كاملين لسبورت ناظور وللناس ديال ناظور كاملين، رجالا ونساء، اللي في الناظور اللي في المغرب واللي خارج المغرب، الجاليه، لانه الجاليه الناظوريه اللي خارج المغرب راه عندها واحد الوزن كبير جدا، لانني لا يمكن انني نمشي لشي بلاصه في دوله فيما كانت، وخصوصا كيكون عندي زياره للمساجد، فلا بد نسول الناس. هذه من طبيعه اننا نتعرفوا. السلام عليكم، الاسم الكريم محمد، منين؟ انا من الناظور. الناظور الناظور هذو ناس كنتلاقاهم، يعني واحد العدد كبير ديال الجاليه المغربيه خارج المغرب، الناس ديال الناظور، فتا هما كنرسل لهم هذه التحيه هذه، وكنقول لهم مرحبا بكم في المدينه ديالكم، وساندوا الرياضه وساندوا السياحه والثقافه وكل شيء، باش ان شاء الله هذه المدينه تعاود توقف وتكون دائما يعني عندها واحد اشعاع للمغرب كامل وخارج المغرب. والسلام عليكم، وتهلا الله يوفقك الله يسر لك الامور. انا ودورنا السي رضوان كنشكرك على هذه الزياره، وكنتمنوا ما تكونش اخر زياره. لا لا ان شاء الله بدايه خير هذه ان شاء الله.